أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. هناك أحد طلبة العلم في بلاد نجد يقول: من قال بأني سلفي، أو من قال بأني إخواني، أو إلى آخر الجماعات وسردها، فإنه يستتاب، وإن لم يتب فإنه يقتل حدا. ما أظن يقول هذا. لا والله قاله يا شيخ، وهناك إثبات على ذلك شريط. واعلموا حفظكم الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب على الأمة أن تتبع مذهبا من المذاهب. ومن قال للناس أو لعبد من العباد أنه يجب عليه أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أوجب على أحد الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا يوجبه وجوبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله لم يسمنا إلا مسلمين. ما أظن يقول هذا عالم. نعم. ما أظن يقول هذا عالم. أما غير عالم فيمكن يقول هذا وما هو أكثر من هذا. نصيحتك له يا شيخ؟ نصيحتي له أن يفهم إيش معنى سلفي. وأنا أقول له الآن: هل أنت تتبرأ من السلف؟ هو سيقول: لا. هذا إن كان عالما. أما إن كان من هؤلاء الهوج الذين لا يعلمون شيئا، لا، إلا كان بس قرآن وسنة. لكن كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة؟ هل تفسر القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا؟ وهذا ماذا نسميه؟ هذا التسلسل خطأ. لا يجوز أن نقول نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، لا يجوز. إنما نفسر القرآن بالقرآن والسنة معا، لأننا لا نستطيع أن نستغني عن السنة في فهم القرآن مطلقا. ولذلك كنت ذكرت في بعض كتبي أن من الأدلة على نكارة حديث معاذ بن جبل الذي يقول بأن الرسول عليه السلام كما زعم الحديث لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال عليه السلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. هذا حديث منكر. لماذا؟ يستحيل بالنسبة لمن تخرج كما يقولون اليوم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين القرآن والسنة، وأن يجعل السنة بالنسبة للقرآن كالرأي بالنسبة للسنة. متى يلجأ العالم إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة جوابا. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن جوابا. هذا غير صحيح. يجب الجمع بين الكتاب والسنة معا، لأنهما يصدران من مشكاة واحدة. بينما هذا الحديث ينزل السنة بنسبة القرآن منزلة الرأي بنسبة السنة. متى يجتهد رأيه ولا يقصر؟ إذا لم يجد في السنة جوابا. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن جوابا. هذا خطأ. الأول صواب. متى يلجأ إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنة. متى يلجأ إلى السنة؟ إذا لم يجد في القرآن؟ هذا خطأ. لماذا؟ إلا أن نسأل ميتة البحر، ميتة الجراد، حلال أم حرام؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. أي وجدنا الجواب في القرآن. لا، يجب أن ننظر هل في السنة ما يوضح هذه الآية ويقيدها ويخصصها. نعم وجدنا. إذا لا غنى للعالم المجتهد فعلا من أن يجمع بين الكتاب والسنة، فهما كما قال عليه السلام:
لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته، يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لذلك فالتفريق بين القرآن والسنة لا سبيل إليه أبدا. فمن يقول نحن نفسر بالقرآن القرآن بالقرآن ثم بالسنة، هذا انطلق من الحديث المنكر، وإنما نفسر القرآن بالقرآن والسنة معا. ثم إذا لم نجد تفسيرا لآية في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى سلفنا الصالح، وبخاصة الصحابة الذين خطبوا مباشرة بكلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لقته الأمة بالقبول، ألا وهو قول إليه. أنا في ظني أنه أقل ما يقال، وأنا لا أدري مقدار علمه، لكن أقل ما يقال إنه غافل عن هذه الحقيقة، وهذه غفلة مرة في الواقع، لا سيما إذا صدر منه ذلك الحكم الشديد بأنه إن لم يتب يقتل. فبشره بأني أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة، ولا شك أنه ما دام في بلاد نجد وبينه وبين الرافضة ما صنع الحداد. ونحن معك يا شيخنا، جزاكم الله خير.